كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إحصائيات تتعلق بالهواتف المتعلقة ومنصات التواصل الاجتماعي ومواقع التطبيقات الأكثر استخداما في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2016. ووفقا للتقرير، بلغت نسبة الهواتف الذكية من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات أكثر من 68%، وكان جهاز آيفون 6 الهاتف الذكي الأكثر استخداما في الدولة. وأشار التقرير إلى أن 33% من الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات تم تصنيعها من قبل سامسونج في الربع الأول من العام 2016، فيما أظهر التقرير أن أندرويد هو نظام التشغيل الأكثر استخداما في الإمارات خلال تلك الفترة. وخلال الربع الأول من العام الجاري كان أبل آيتونز متجر التطبيقات الأكثر زيارة. أما فيما يتعلق بعدد زيارات مواقع التواصل الاجتماعي فجاء فيسبوك في المقدمة.